حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى جولة الصحافة لهذا اليوم، ونبدأها بأبرز ما عنونت به الصحف. نبدأ بالصحف العالمية، حيث نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية: الجزائر سحب العملية الانتخابية من عهدة وزارة الداخلية. وفي صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: ترامب يلغي خطته في فرض رسوم جمركية على المكسيك بعد التوصل إلى اتفاق بشأن المهاجرين. وصحيفة العرب اللندنية: بوادر انفراجة في الأزمة السودانية مهدت لها الوساطة الإثيوبية. وننتقل إلى الصحف الخليجية، حيث نشرت صحيفة الرياض السعودية: هجمات ميناء الفجيرة تدبير دولة. وفي صحيفة الخليج الإماراتية: محمد بن زايد والحلبوسي يبحثان تعزيز العلاقات الإماراتية العراقية. ونتابع في صحيفة العرب القطرية: موعد عمل مترو الدوحة خلال فترة الصيف. وبالانتقال إلى الصحف التركية، حيث عنونت صحيفة يني شفق: روسيا تحدد موعد توريد S-400 إلى تركيا. وفي صحيفة ديلي صباح: أردوغان لا بديل عن حماية حقوق قبرص التركية في شرق البحر المتوسط. والآن مع عرض لرسوم كاريكاتيرية جمعناها لكم من مواقع إلكترونية وصحف عربية، نتابع معا. إذا كنتم من محبي السياحة والسفر فإليكم الجديد من وكالة ناسا الفضائية الأمريكية، فقد أعلنت عن سماحها لرحلات فضائية إلى محطة الفضاء الدولية ابتداء من العام القادم عام 2020. وكالة بي بي سي البريطانية نشرت بعض التفاصيل عن العرض المغري لوكالة ناسا، نتابع وإياكم. ستسمح وكالة الفضاء الأمريكية ناسا للسياح بزيارة محطة الفضاء الدولية بداية من عام 2020 وبسعر $35,000 لليلة الواحدة. وقالت ناسا إنها ستفتح المحطة التي تدور حول الأرض للسياحة والنشاطات التجارية الأخرى. وكشف نائب مدير الوكالة روبن جيتنز إن الوكالة ستنظم رحلتين فضائيتين قصيرتين بتمويل خاص في العام. وقال المدير المالي للمحطة في نيويورك: ناسا ستفتح أبوابها للأنشطة التجارية والتسويق، وهو مجال لم نقتحمه من قبل. وأعلنت ناسا أنها ستسمح لرواد الفضاء من القطاع الخاص بالسفر إلى المحطة الدولية لمدة 30 يوماً على متن مركبات فضائية أمريكية. وقالت أنها ستكلف شركة تجارية خاصة بتحديد تشكيلة طاقم رواد الفضاء والتحقيق من جاهزيتهم الصحية وتدريبهم. وأعلنت الوكالة في الفترة الأخيرة إنها تعتزم العودة إلى القمر بحلول عام 2024، وأنها ستأخذ أول امرأة وأول شخص إلى هناك منذ عقود. تتصاعد حدة التوتر الأمريكي الروسي الأمريكي التركي بشأن صفقة S-400 والتي تعتزم تركيا شراءها من روسيا خلال الفترة المقبلة. واشنطن تمارس ضغوطا على أنقرة لإفشال هذه الصفقة، وتعتبر أن الصفقة تمثل تهديدا لمقاتلات F-35 الأمريكية. شبكة CNN نشرت تفاصيل التجاذبات بين البلدين، نتابع سويا.
حددت الولايات المتحدة الأمريكية 31 من يوليو تموز المقبل من أجل التوصل لاتفاق مشترك مع تركيا بشأن استمرار أنقرة في صفقتها مع روسيا لشراء صواريخ S-400، وإلا فإن الولايات المتحدة ستمنع تركيا من شراء طائرات F-35 ووقف تدريب الطيارين الأتراك. جاء ذلك في رسالة من وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شانهان إلى نظيره التركي هلوسكي أكار. وقال شانهان إن شراء تركيا للصواريخ الروسية سيعيق تعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، محذرا من أن الاستمرار في الصفقة سيؤدي إلى اعتماد تركيا الاستراتيجي والاقتصادي على روسيا. حدد البنتاغون ما يمكن أن يحدث إذا لم تتمكن الولايات المتحدة وتركيا من التوصل إلى حل يتفق عليه الطرفان في هذه القضية بحلول 31 من يوليو، بأن الولايات المتحدة ستستمر في تعليق الشحنات وأنشطة F-35 إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى طرد طواقم التدريب التركية على طائرات F-35 والمتواجدين حاليا في الولايات المتحدة، مشيرا إلى عدم البدء في أي تدريبات جديدة. وتعارض الولايات المتحدة شراء تركيا للنظام الروسي، ويتمثل مصدر القلق الرئيسي في أنه إذا تم توصيل نظام صواريخ S-400 بنظام الدفاع الجوي في تركيا، فبإمكانها جمع بيانات فنية حول قدرات طائرة F-35 ونقل معلومات هامة إلى موسكو، إما عن قصد أو عن غير قصد من خلال باب خلفي في النظام المصمم الروسي. وتعرض الولايات المتحدة على تركيا نظام صواريخ الباتريوت بدلا من صواريخ S-400 الروسية. وكانت تركيا أعلنت في أكثر من مناسبة استمرارها في الصفقة الروسية رغم المخاوف الأمريكية. وللتعليق على تداعيات هذه الصفقة المزمعة بين روسيا وتركيا وتأثيرها على العلاقات الأمريكية التركية، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي التركي السيد يوسف كاتب أوغلو. سيد يوسف، أهلا بك. مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. سيد يوسف، ما هو مستقبل العلاقات الأمريكية التركية في حال نجاح هذه الصفقة بين تركيا وروسيا؟ يا سيدي، بداية على الجميع أن يعلم بأن هذه الصفقة تمت وانتهت، هذا تصريح وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو عندما سئل تقريبا نفس السؤال، فقال بأن هذه الصفقة تمت وانتهت. فقضية في حال نجاح وعدم نجاح لا توجد أي احتمالات لموضوع تم وانتهى، هذا واحد. ثانيا، نعم، العلاقات التركية الأمريكية هي تعيش أسوأ حالاتها بسبب انعدام أو فقدان الثقة بين كل من تركيا وأمريكا بسبب الكثير من الملفات التي هنالك فيها مع الأسف مشاكل كبيرة واختلاف في وجهات النظر. أتكلم بداية عن فتح الله جولان رئيس العصابة المسؤولة عن محاولة الانقلاب الفاشل الذي ما يزال يتمتع بالحصانة والضيافة والدعم اللوجستي من قبل أمريكا، والملف الثاني والملف السوري الذي هو يشكل أيضا عقبة حقيقية أمام أي تقارب تركي أمريكي من حيث دعم أمريكا لمجموعات مسلحة كردية تعتبرها تركيا أنها إرهابية، PKK، PYD، YPG، خصد وغيرها. وبالتالي العلاقة متوترة في مجملها. قضية التسلح، تسلح تركيا بصواريخ S-400 من روسيا، هذا يا سيدي أمر سيادي، يعني تركيا حصرا، يعني أمريكا تستاء من اللجوء تركيا إلى روسيا، ولكن أمريكا عندما يتعلق الموضوع بأمنها القومي، نعم، كل شيء لها مباح. هذا ولكن يعني سيد يوسف، يعني أمريكا اليوم تصعد من لهجتها باتجاه تركيا وتمهل تركيا يعني حتى نهاية شهر يوليو بإنهاء هذه الصفقة. برأيك يعني ماذا ستكون ردة فعل الولايات المتحدة وما الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها بحق تركيا؟ بداية، هذا الأسلوب الكوبوي المتبع من قبل الإدارة الأمريكية عليها أن تعدل عنه. قضية التهديدات من خلال تصريحات هنا وهناك ووضع جدول زمني واللجوء أو التلويح بعقوبات على تركيا، هذا الأسلوب التعامل، يعني ترامب يدير دولة كمن يدير شركة، هذا لا يجدي يا سيدي مع الدول عموما ومع تركيا خصوصا. تغيرت النظرة، تركيا تغيرت، وعلى الجميع بما في أمريكا أن تعي تماما أن تركيا تغيرت، وهي الآن تسعى لمصالح شعبها والأولوية لمصالح شعبها وأمنها القومي فوق كل اعتبار. أمريكا لن تستطيع أن تهدد تركيا أو تؤثر عليها من خلال هكذا تصريحات. أتوقع بأن هذه التصريحات فقط لحفظ ماء وجه أمريكا لكي لا تنحاز دول أخرى وتتجرأ أن تخرج عن بيت الطاعة الأمريكي، هذا واحد. ثانيا،
يا سيدي هذه منظومة دفاعية، S-400 منظومة دفاعية، وتركيا معنية بالحماية أجوائها وأراضيها. لماذا أمريكا منزعجة؟ لماذا أمريكا متضايقة؟ ما علاقة أمريكا ب؟ ولكن يقولون أنها يعني من الممكن أن تؤثر أمنيا على مقاتلات F-35 الأمريكية، من الممكن أن تتعارض أو من الممكن أن تنكشف بعض الأسرار للمنظومة الأمريكية إلى روسيا. هذا غير صحيح، هذا فقط يراد به حق يراد به باطل. القضية واضحة تماما، تركيا عندما وجدت التخاذل الأمريكي والتورط الأمريكي الخفي في محاولة الانقلاب الفاشلة لجأت إلى دول أخرى، هذا هو هذه الحقيقة. وتركيا قبل أن تلجأ إلى روسيا قالت لأمريكا نحن نريد باتريوت. عام 2015 أمريكا امتنعت، الناتو امتنع، يعني تبقى نعم. تركيا بدون حماية لأجوائها، هذا كلام غير منطقي، وبالتالي تركيا لها كامل الحق، ولا يتعارض ذلك مع أي منظومة أخرى كF-35 المقاتلات الأمريكية. هذه S-400 هذه عبارة عن أنظمة دفاعية لحماية أجواء تركيا كما أفدت. بالمناسبة يعني ليسمع العالم جميعا وأمريكا تحديدا بأن تركيا أيضا وقعت على تصنيع منظومة دفاع صواريخ S-500 العام القادم، وبالمناسبة سيتم تسليم S-400 قبل الموعد المحدد بشهرين، نتكلم عن جولاي. إذا تركيا ستتسلم في جولاي في شهر تموز من هذا العام أول دفعة من S-400. العام القادم سيتم تصنيعها داخل تركيا. روسيا تدعم تركيا في النوهاو، تمتنع أمريكا بالنسبة لصواريخ باتريوت عن إعطاء النوهاو لتركيا. أمريكا تمتنع عن إعطاء عمل أي صناعات مشتركة عكس روسيا، لذلك تركيا لديها كامل الأحقية أن تبحث عن مصلحتها كباقي الدول. أمريكا نعم. تبحث عن مصلحتها، لماذا تركيا لا تبحث عن مصلحتها كذلك؟ إذن تركيا هي تقول للجميع تركيا القديمة تغيرت، الآن تركيا هي مصالح مشتركة ندا بند ومنافع مشتركة ومكتسبات مشتركة. قضية إعطاء أوامر وتهديد وإعطاء فترة زمنية انتهت نعم. يا سيدي، وبالتالي على الجميع أن يعلم بأن تركيا لن تعدل عن مواضيع صواريخ S-400، هذه تمت وانتهت، وS-500 على الطريق، وبالتالي عليهم أن يحترموا القرار التركي السيادي، وعليهم أيضا أن يعلموا بأن هذا أنظمة دفاعية ليس لها علاقة بالتأثير على أي منظومات أخرى، لا F-35 ولا الناتو ولا غير ذلك. طيب دلالات التخوف يا سيد يوسف، يعني دلالات التخوف الأمريكية من هذه الصفقة، هل هي أمنية كما تدعي إدارة ترامب أم من الممكن أن تكون اقتصادية؟ أمريكا لا تريد أن يكون هنالك انجرار أو تطبيع كامل اقتصاديا وعسكريا أو تقاربيا بين تركيا وبين روسيا. هي تدرك تماما الخطأ الفادح الذي ارتكبته في انهيار عامل الثقة بينها وبين تركيا، وأن سياسة نعم. أمريكا وتعاملها مع تركيا أدت إلى هذه النتائج. تركيا لم تبحث على روسيا ولم تكن هنالك بدائل، كان هنالك علاقات استراتيجية قديمة بين تركيا وأمريكا، ولكن التعنت الأمريكي، السياسة الأمريكية الخاطئة ضد مصالح تركيا في المنطقة وضد أمنها القومي أدى لتركيا أن تبحث عن بدائل، ووجدت هذه البدائل سواء في روسيا، سواء في خماسية شنغهاي، سواء في البريكس. فهنالك الآن العالم اتجه إلى ما يسمى التحالفات الإقليمية الاستراتيجية. تركيا لديها الحق في ذلك، هذا واحد. ثانيا أتوقع أمريكا لا تريد أن تخسر هي سوقها المهم وهو سوق السلاح التي تقوم هي بالسيطرة عليه والهيمنة عليه. تركيا بالمناسبة بدأت تدخل هذا السوق بقوة، صنعت طائرات. تركيا طلبت طائرات بدون طيار، ما تسمى طائرات بدون طيار، وأمريكا رفضت تسليمها لتركيا، إسرائيل رفضت تسليمها لتركيا، فقط إسرائيل وأمريكا يصنعان طائرات بدون طيار. نجحت تركيا بتطوير هذا السلاح وصنعت طائرات بدون طيار، وقامت بتصدير أول دفعة إلى باكستان ودفعة أخرى قامت بتصديرها إلى قطر. إذن أصبحت تركيا منافس حقيقي لأمريكا، هذا يزعج أمريكا. تركيا أصبحت تصنع الأسلحة، هذا يزعج أمريكا. تصدر الأسلحة، يزعج أمريكا. إذن القضية تنافسية من باب اقتصادي وعسكري وهيمنة على السوق العسكري والاقتصادي في هذا المجال. تركيا لا تريد أن يكون هنالك تبعية لأي أحد، استقلال اقتصادي واستقلال عسكري
في كل ما تحتاجه. أمريكا تريد من تستعبدهم وتريد من تسيطر عليهم، وهذا هذه هي المشكلة الأساسية بين أمريكا وتركيا. هل تستغني تركيا عن طائرات F-35 المزمعة صفقتها يعني في الفترة القادمة بينها وبين أمريكا؟ يا سيدي، طائرات F-35 هذا مشروع مشترك، هو ليست عبارة عن أمريكا فقط تصنعه، هو عبارة عن مشروع مشترك لتسعة دول. تركيا أحد هذه الدول المهمة في تصنيع هذه الطائرة. أي نعم، تصنيع هذه الطائرة F-35 يتم الآن تدريب عليه في أمريكا. أي نعم، قبل يومين قامت أمريكا بإعلان أنها لن تستقبل طائرين كباتن أو طيارين، وقف تدريب الطيارين. نعم، ولكن هذا كله فقط للتضييق على تركيا. لن تستطيع أمريكا أن تستغني عن تركيا في F-35، لأن الكثير من الأجزاء المهمة تم ويتم صناعتها تحديدا في تركيا، وبالتالي سيفشل هذا المشروع إذا ما تم الاستغناء عن تركيا. هنالك طلبات تم شراؤها مسبقا من F-35، وبالتالي لن تغامر أمريكا بخسارة هذه الطلبات التي تقدر بالمليارات إلى دول أخرى. تأخير تسليم هذه الطلبات إذا ما استغنت عن تركيا سيكون بالسنين، وستفشل العقود. تركيا دفعت ما عليها $150 مليون أول دفعة تم تسليمها لهذا المشروع المشترك. تركيا لديها الحق أن تقاضي أي دولة تحاول أن تعرقل تسليم تركيا هذه الطائرات. تركيا لديها طلبية ب 15 طائرة تم تدريب بعض الطيارين عليه على هذه الطائرات. إذن الصفقة مستمرة، العملية مستمرة، هذه فقط تهديدات جوفاء، محاولة الضغط على تركيا. سيد يوسف، سؤال أخير، هل من الممكن أن تمتلك تركيا منظومة S-400 بجانب منظومة F-35 الأمريكية؟ في عجالة لو سمحت. S-400 نعم، بكل تأكيد تمت وانتهت، وخلال أكثر من أقل من 45 يوم ستكون قد تم شحنها وتركيبها في تركيا. فبالتالي هذه S-400 نضعها جانبا، هذا الموضوع غير قابل للنقاش أو للمقايضة. أما F-35 هناك المزيد من الوقت، الوقت ما يزال مبكرا للبت بذلك. أتوقع بأن سيكون هناك شد وأخذ ورد في هذا الموضوع، هذا يعتمد على ردة الفعل الأمريكية. إذا ما كانت حريصة على أن تكسب تركيا، عليها أن تسلم F-35، وإلا ستخسر أيضا أمريكا تركيا في هذا الموضوع، وربما تجبر تركيا أن تلجأ إلى طائرة سوخوي 57 التي تعتبر أفضل من F-35 الأمريكية. الكاتب والمحلل السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو، شكرا لك على مشاركتك معنا. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم يصحبكم الزميل فاتح أبو دان إلى حوار المنتصف. شكرا على طيب المتابعة.